السلام عليكم، نرحب بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم، والبداية كالمعتاد مع أبرز ما تم تداوله من فيديوهات حازت على اهتمامكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اخترناها بعناية لعرضها ومناقشتها وتحليلها. ما الذي فعلته ليكشف سترك ويفتضح أمرك أنت ومن معك؟ فلا تزال قضية الضابط عمر نزار تشهد تطورات خطيرة، إذ نشرت منظمة إنهاء الإفلات من العقاب فيديو جديد عن نزار ومجموعته المسؤولة عن جرائم وانتهاكات جسيمة في معارك الموصل ومجزرة جسر الزيتون. الغريب أن كل الأدلة واضحة وموثقة بالصوت والصورة، لكن القضاء لا يستطيع إدانته، فهذه لا تعد انتهاكات بل هو أسلوب عمل المؤسسة الأمنية في العراق. ذكرت إلقاء قبض بحق واحد من الأشخاص اللي أي واحد أنفذ راح تنفذ؟ أي واحد أنفذ عليه بدون استثناء، بدون استثناء. حتى إذا كان زعيم حزبي لو هسه يصير ما أدري ياهو، أي واحد بدون استثناء أنفذ عليه. إلا أن أوامر إلقاء القبض بحق عمر نزار ورفاقه لم تنفذ، وقامت المحكمة بإعادة إرسال الأمر القضائي إلى قيادة الرد السريع أكثر من 7 مرات، ولكن لم يكن هنالك رد من قيادة الرد السريع. وكذلك أمر القضاء بتدوين أقوال جميل الشمري بعدما ظهر في مقابلة على التلفزيون وصرح بأن عمر نزار وراء قتل المتظاهرين، ولم يتم تنفيذ الأمر القضائي أيضا، وهذا ما يؤدي إلى ضعف تنفيذ دور القانون في محاكمة عمر نزار. على الرغم من وجود العديد من الشكاوى ضد جميل الشمري بصفة متهم، وهنا السؤال إلى محكمة التحقيق، هل من المعقول يتم تدوين أقوال جميل الشمري بصفة شاهد وهو متهم في مجزرة الزيتون؟ وليس هذا الدليل فقط، هنالك 14 منتسب أمني متهمين بأحداث مجزرة جسر الزيتون قد تم الإفراج عنهم، لم يتم إحضارهم لتدوين أقوالهم أو كشهود عيان في المحكمة. كما أننا ننصح بأن نقدم المساعدة للمحكمة وتزويدها بمعلومات حقيقية لتكون هناك أدلة ضد المتهمين، كتقديم شهادة عيانية على الحادث وخاصة من الجرحى. وبذريعة التنفيذ الواجب يقوم الجنات بالتخطيط مسبقا لارتكاب جرائمهم طالما تهمة الانتماء لداعش جاهزة، فيستهدفون أحد المنازل لانتهاك حرمات البيوت بملابسهم العسكرية والتحرش واغتصاب الحرائر بل حتى الأطفال، وهذا هو الهدف من تهمة البحث عن الإرهابيين، كما لم يسلم من جرائمهم حتى ذوي الاحتياجات الخاصة. لنشاهد. يقومون بتحديد العائلة التي من السهل ممارسة الانتهاكات بحقها. أكو بعد هنا عوائل جاية؟ قاعده هنا بالفرع زين، عارف هذا قل ابو لحيه غزوان وين ام البنيه الزغيره مرت هذا ابو لحيه مو. وبعد تحديد المنزل يقومون بالتخطيط لاقتحامه بحجه البحث عن داعش والاتفاق من يبقى خارج المنزل ومن يدخل اولا لغرض التحرش بالنساء والاغتصاب. يلا طبان وحيدر وبشار والعنكير زين مهدي خلون احمد وعباس يم السياره. وفي اثناء طريقهم يتضح إنهم صادفوا أحد المدنيين من ذوي الاحتياجات الخاصة ليحاولوا قتله، وهذا يدل على إنهم ارتكبوا العديد من عمليات القتل بحق المدنيين في المناطق المحررة بطريقة عشوائية، حيث التهمة جاهزة بأنهم دواعش. دردمل هذا دردمل ورايح من الحياة. عندنا فصل شتلة خزلمة. ومن ثم يقتربون من المنطقة التي ينمون مداهمة أحد المنازل بها. راح ننزلني بشيء ما سوينا شيء. شنو هاي؟ نفس الفرع عمي، هو نفس الفرع، راح نروح ندور على بنا. نعم، فهذا مبرر لقيام مجموعة قوات رسمية حكومية باستعمال عجلات حكومية ومداهمة العوائل بحجة القيام بالواجب والبحث عن داعش. إذن هؤلاء من يقولون عنهم حماة الأعراض، بل هم من ينتهكون الأعراض. تعليقات العراقيين على هذا علي يقول، فيديو منظمة إنهاء الإفلات من العقاب الأخير يؤكد أننا نعيش تحت وطأة قتلة مأزومين بلباس حكومي، حماة الأعراض رافعو لواء السيادة ينتهكون الأعراض جهارا نهارا دون أن يرف لهم جفن الغير والشرف الذين أقسموا بالذود عنه.
جميل يقول كم عمر نزار أكو بالبلد بعد 2003 وبالأحرى مع حكم الهالكي يقصد نوري المالكي برزت القاذورات مع الأسف. سالي تقول العراقيون لم ينسوا شهدائهم ولن يسمحوا لكم بالفرار من جرائمكم. محمد يقول حاسبوا عمر نزار لأجل أمهات الشهداء لأجل النار في قلوبهم حاكموا عمر نزار. من هذا الفيديو الخطير نذهب إلى فيديو آخر ليس أقل خطورة من هذا الفيديو، حيث من الانتهاكات في المعارك والتظاهرات إلى الانتهاكات في الحياة اليومية. فبعد تعرضه إلى محاولة اغتيال سابقة، الناشط محمد العميدي من النجف يتهم من سماهم عصابات مقتدى الصدر بإطلاق النار على منزله ليلة أمس ومحاولة اغتياله. شو مقتدى مقاف من أول تو عصابتك تسوي بينا؟ ليش هاي السرميل؟ الله أكبر! ليش؟ الله أكبر! ليش ما تخاف من أول؟ الإسلام والحقوق الإنسانية. لك شنو من بشر؟ هاد هاي العصابات على الناس شنو على أبرياء؟ أنا رعبتك أنا وعيالي يومية ذاب للقنبلة هسه كل ساعة تربيني. ما تخافون من الله؟ تعال هاي رد عصاباتك يا مقتدى الصدر، تعال رد عصاباتك ولك واتقى الله، اتقى الله، حسبي الله عليك، حسبي الله عليك. طبعا هذا واحد من الأشخاص اللي يتعرضون للانتهاكات لأنه فقط عنده رأي مخالف. أحمد بتعليقه يقول على فيسبوك القانون يخاف من الأحزاب واقرأ على المواطن العراقي السلام. فنار الموسوي يقول ماكو قانون يأخذ حقك، تحسب أمرك إلى الله واحذر من الغدر. أحمد عبد الحسين يقول القضاء جبان بالعراق. أيضا حسين يقول إذا اعتذر معناها بالإكراه، يعني يقصد هذا الناشط. من هذا الفيديو نذهب إلى فيديو آخر من فيديوهاتنا المتداولة. مواطن عراقي في روسيا يرصد أسعار الزيت الذي لم يتجاوز سعره دولار واحد ويتساءل عن سبب ارتفاع المبالغ في العراق. مدينة بولغراد حالياً أنا والسوق ما نتسوق جون الناس يتبضلون. الدولار بالعراق قبل سنة تقريباً صعد $100، صعدت لها تقريباً 30,000 في الحدود. هاي 30,000 صعد التمن صار 60 مدري بيش، الزيت صعد مدري بيش صار. المهم آخر شيء سمعت خبر اليوم إنه بطل الزيت من 2,000 دينار صار 5,000 دينار. ليش؟ ما ندري. أنا بروسيا هسه، أوروبا كلها جاي تحارب روسيا، أوروبا كلها عاقبت روسيا، العالم كله وقف ضد روسيا، الحرب اللي جاي صايرة. المفروض هنا هسه الأسعار تنضرب في 20 مو في 2 مو في 3 مو مثلنا. بيش؟ بطل الزيت من أجود أنواع الزيت الروسي 109. بيش 109 روبل. حطوها بمحول العملات وشوف قد تطلع 1,400 دينار عراقي، يعني تقريبا $1. يعني فعلا لا يوجد أي مبرر لرفع سعر الزيت من 2000 دينار إلى 5000. أحد التجار العراقيين وفي ظل ارتفاع أسعار الزيت في العراق من قبل بعض التجار أقدم على بيع بطل الزيت أو أبقاه بسعر 2000 دينار دعما للفقراء ومساندة لهم ضد طمع التجار. خلينا نشوف. البطل الواحد ب2000، للعلم البطل الواحد ب2000 وما نبيع جملة كراتين بس مفرد دعما للعوائل الفقراء والمحتاجين. وقوطية هاي شوف هذا المعجون المهور كارتون مات 18,000 نبيعه هسه ب 14,000 تخفيض من المواطن الفقير اللي ما عنده، تطلع قوطية ب 1,150 دينار. وللعلم كميات عندنا كلش هواي خير من الله وما نريد نسوي أزمة بالسوق. سلعة مستمرين بالدعم المواطن الفقير، هذا الحين وصله في السعرة. الكيس مات 63,000 دينار، النشا الكيس مات 28,500 دينار، العدس الدرجة أولى تشيس العشرة كيلو ب 19، يطلع الكيلو الواحد ب 1,900 دينار. الشكر جاي نبيعه ب 26,000 دينار. الزاهي نفس الأسعار ما صعدناها، وإحنا نطالب من أخواننا التجار يعني يأخذون نفس السلعة القديمة، ما عندهم جديدة، إحنا ناس قصينا سلعة قديمة جاي نبيعها. يعني فعلا نتمنى من أصحاب المخازن أنه يحذون حذو هذا التاجر اللي بيع بسعر أرخص أو أبقى على نفس سعره. من ضمن تعليقات الفيسبوك مصطفى يقول كل تاجر خلي يحكم عقله وضميره تجاه الفقراء. أيضا وليد يقول بارك الله بيك بس يا أخوي دير بالك على مخازنك لأنه أغلب التجار عصابات ومافيات بس تضرب مصالحهم، أقرأ على بضاعتك السلام.
يوسف يقول بارك الله بكم هيجي نبني العراق من ماكو استغلال والغني عين على الفقير. أيضا أبو أيمن يقول عفي عليك الله يبارك في رزقك. من هذا الخبر ونتمنى فعلا من الجميع أن يحذون حذوة ولا يرفعون الأسعار، خصوصا أنه مو إحنا البلد اللي يشهد الحرب. هذا الفيديو فيه لاعبات البصرة بلعبة الريشة يجلسون بالشارع في أربيل دون مأوى بعد قيام اتحاد اللعبة المركزي بقطع مخصصات السكن والطعام والنقل عنهم، وفقا لإفادة مدرب الفريق. الوطني العراقي لريشة الطائرة للبارحة احنا قاعدين بلا فندق، زين بلا فندق قاعدين، الاتحاد المركزي ما يقدر يسكننا، قلت من على حسابي. أربعة لاعبات منتخب وطني، أنا البارحة نايم بالسيارة الخاصة مالتي وهسه قاعد بلا فندق، أقول لهم يقولوا ما لنا علاقة احنا بالسكن، أنت تحتار. والكارثة والطامة الكبرى حتى فلوس النقل ما انطونا يعني. حتى النقل كاتبين بالتعليمات الاتحاد يتحمل لاعبتين من كل فئة، زين يعني 10 لاعبين يتحملون، أنا جايب بس 6 وأنا وياهم 7، ما انطونا جايب نقل. وراح نرجع وهسه محتارين، خلصنا فلوسنا محتارين شلون نرجع ما نعرف. ما نعرف يعني، هسه احنا لعبنا اليوم الصبح وخلصنا والحمد لله توفقنا وفزنا، وسيد نرجع لهنا للبصرة، جايين من البصرة من أبعد نقطة من العراق، الاتحاد المركزي مسكين عوائلهم وأصدقائهم بفلوس الاتحاد وإحنا اللاعبين قاعدين برا، وهم مخصص إلنا نقل، مخصص إلنا إسكان وطعام، للأسف كلهم هسه ما حد موجود وضارين إحنا بردين، شلون نرجع ما نعرف. يعني ما أعرف الاتحاد المركزي للعبة شنو شغله إذا هم فازوا وهم أصلاً كانوا مفادين بمهمة وبهذا الوضع. هاني يقول هاي حال الرياضة بالعراق، ليش هيك؟ والله احنا نسأل ليش هيك. علي الصالح يقول مع الأسف هيك يصير بالعراق وشعب العراق، لك الله يا عراق. أبو مريم يقول هو كل شيء خرب هذا البلد، وزارة الرياضة شلة حرامية هم. أيضا حيدر يقول ملتهمين الوزارة بجيوبهم مو ملتهين. إذا من هذه التعليقات انتهت فقرة الفيديوهات المتداولة، نذهب إلى فاصل ونكمل فقراتنا. أهلا بكم من جديد. سلط قسم التواصل الاجتماعي الضوء على تأثير منصات التواصل الاجتماعي في العراق وكيف أنها أصبحت تشكل أهم أدوات التأثير في صناعة الرأي العام وتشكيله. لم تعد نافذة للتواصل بين الأفراد فحسب، وإنما باتت تشكل أهم أدوات التأثير في صناعة الرأي العام وتشكيله في العراق بعد أن سجلت حضورها كلاعب رئيس في ثورات الربيع العربي. التزايد المستمر في أعداد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في العراق لم يأتي من فراغ، فالفساد الحكومي وفوضى السلاح وتكميم الأفواه وهيمنة الميليشيات على المشهد العام في العراق والإفرازات الخطيرة للاحتلال ومشروعه وما صاحبه من ترد للوضع الأمني الذي تعيشه البلاد جعل من هذه المنصات منابر يعبر بها العراقيون عن آرائهم بشكل حر. الحكومات المتعاقبة في العراق اعتبرت من جانبها وسائل التواصل الاجتماعي مصدر قلق يهدد أمن البلاد وسيادتها بعد أن وصل عدد مستخدميها في العراق إلى قرابة 30 مليون مشترك، وحاولت عبر سلطتها التشريعية طرح ما يعرف بمشروع قانون جرائم المعلوماتية سيء الصيت للحد من تأثير هذه الوسائل الحديثة. القوى المناهضة للاحتلال في العراق وظفت الإنترنت مبكراً في نضالها ضد الاحتلال ومشروعه، فكانت البداية مع تجربة فصائل المقاومة العراقية التي اتخذت من المنتديات في حينها منبراً إعلامياً لبث عملياتها لكسر الحظر الإعلامي المفروض عليها من قبل الاحتلال. حتى جاءت ثورات الربيع العربي في المنطقة عام 2011 ليكون للعراقيين تجربة فريدة في توظيف منصات التواصل الاجتماعي في تحشيد التظاهرات في أكثر من 50 مدينة في ثورة 25 من شباط، الأمر الذي دفع حكومة المالكي إلى قطع خدمة الإنترنت في حينها للحد من تأثير هذه المواقع فضلاً عن ملاحقة الناشطين على تلك المواقع. منصات التواصل الاجتماعي شكلت عاملاً مهماً في تكوين الرأي العام للشارع العراقي عند اندلاع ثورة تشرين ومن قبلها تظاهرات المحافظات الجنوبية في عام 2018، وساهمت بكسب التعاطف مع المتظاهرين
الأمر الذي دفع الحكومة آنذاك إلى زيادة وتيرة قمع المتظاهرين بالتزامن مع قطع الإنترنت للتغطية على عمليات القتل الممنهجة التي مارستها قواتها بشوارع المدن المنتفضة. هي سلاح ذو حدين، فتارة تستخدم لتحشيد ثورات سلمية ضد حكومات الفساد التي تمارس القمع ضد حرية التعبير ومنبرا لكشف انتهاكات حقوق الإنسان، وتارة تستخدمها الحكومة وجيوشها الإلكترونية لبث الإشاعات وتضليل الرأي العام، كما تستخدمها الميليشيات أيضا للتحريض على الفوضى وإثارة الاضطرابات في البلاد. نرحب بكم من جديد مشاهدينا ضمن بريد الوارد. وصلت هذه الرسالة تقول: صار لنا 90 يوم وأكثر متحملين كل شيء، نداء من معتصمي المعاهد التقنية في ديالى، ما عدنا غير خيمة معتصمين بها أمام مجلس محافظة ويومية تتفلش بسبب الهواء، وباقين رغم كل شيء من برد وتراب، ما نريد شيء غير بس يشملونا بالتعيين، لأن إحنا فئة مظلومة وماكو قانون ينص على تعيين حملة الشهادات الدبلوم، ما شفنا تعاون فعلي لا من الحكومة المحلية ولا من الحكومة المركزية، لأننا لا ندفع مقابل التعيين. يقول: تعبنا من الحكومة المحلية. من هذه الرسالة نذهب إلى فاصل ونواصل فقراتنا. أهلا بكم من جديد. يوم المرأة العالمي هو هاشتاغنا لهذا اليوم، حيث تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي على وسم يوم المرأة العالمي، تأكيدا منهم على دورها الفاعل في المجتمع، فهن حواضن الأجيال وصناعها. في هذه التغريدات خذ حسين تقول أو حسين يقول: تحية إجلال واحترام لكل أم زوجة ولكل أخت وبنت ولكل العمات والخالات ولكل ذوي القربى من النساء. تحية لكل امرأة فكلة وتعاني من ظلم الظالمين وتجاهل الأقربين. تحية لكل من تحملت المسؤولية بعد فقدان الزوج أو الأب. تمارا تقول: القافلات على الوطن، السند والحماية في تشرين وما بعدها. للذين كتبنا التاريخ، كل عام وأنتن فخر العراق لما قدمتموه من تضحيات في سبيل الثورة والوطن. أيضا عمر يقول: المرأة العراقية ليست كباقي النساء، المرأة العراقية تستحق كل الحب والثناء، المرأة العراقية نضال وصمود وطموح. محمود المشهداني يقول: في يوم المرأة العالمي تحية لكل سيدة عراقية كافحت لتنجح وواجهت المصاعب حتى تثبت أن الشجاعة ليست حكرا على الرجال ولا تقاس بهم فقط. من هذا التعليق نذهب إلى آخر فقراتنا بعد الفاصل. ضمن القصص المنوعة لدينا خلال نقاش حول الوضع في أوكرانيا، نائب في البرلمان الإسباني يدعو لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين مقابل غلق الحدود في وجه المسلمين الذين وصفهم بالغزاة. cientos de miles de refugiados. Porque estos sí son refugiados de guerra. Esos, mujeres, niños y ancianos sí deben ser acogidos en Europa. Cualquiera puede entender ahora perfectamente cuál es la diferencia entre esos flujos de refugiados que hay ahora y las invasiones de jóvenes varones en edad militar y de origen musulmán que se han lanzado contra distintas fronteras de Europa en un intento de desestabilizarla. De miles de refugiados. Porque estos sí son refugiados de guerra. Esos, mujeres, niños y ancianos, sí deben ser acogidos en Europa. Cualquiera puede entender ahora perfectamente cuál es la diferencia entre esos flujos de refugiados que hay ahora y las invasiones de jóvenes varones en edad militar y de origen musulmán que se han lanzado contra distintas fronteras de Europa en un intento de desestabilizarla.
يعني لو كان يمتلك ثقافة طفل بالابتدائية كان عرف أنه أمريكا هي اللي احتلت العراق، والكيان الصهيوني هو من يحتل فلسطين، وحلف الناتو وغيره هو من يضرب ويقصف الدول العربية ودول غيرها، لكن يبدو أنه عنصري وجاهل في نفس الوقت. نذهب إلى فيديو آخر حيث لم ينسى هؤلاء التلاميذ ذكرياتهم مع معلمهم بعد مرور 40 عاما، فقرروا أن يكرموه بطريقتهم الخاصة بعد كل هذه السنوات. ماذا فعلوا؟ لنشاهد. مدرس في مدرسة ابن هشام بالصحر لمدة 4 سنوات كاملة، وكل هؤلاء التلامذة أولادي علمتهم وأتشرف بهم، وجئت زيارة إلى السعودية لأتشرف بأولادي وأحييهم وأسلم عليهم، وكانت دعوة عظيمة منهم، وأحمد الله على هذه الدعوة اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاني العمر لأرى هؤلاء الأولاد الشباب العظماء. قضينا معه عدة سنوات ما رأينا منه إلا العلم الطيب والتعليم الطيب، وكان محافظ على الطلاب وعلى الواجبات وعلى أداء الصلوات في أوقاتها، هذا ما عرفناه عنه. أستاذ عبد الفتاح من أعظم الأشياء اللي تميزت فيه عن يعني بقية المدرسين الإخلاص، رجل مخلص في عملته جدا جدا، رجل متفاني، يعني هذا اللقاء اللي أنت تشوفه وهذا الاجتماع طبعا هذا حصاد لما زرعه قبل 40 سنة. إذن هذا هو الوفاء الحقيقي للمعلمين، ومن هنا نوجه تحية إكبار وأجلال وأعزاز واحترام لكل من واكبونا في سنوات الدراسة منذ الصغر وعلى الشهادات. نشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.